للمزيد ينضم إلينا من لندن الكابتن ياسر الشنواني المحلل الرياضي. أهلا بك. إذن نتائج المنتخبات العربية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ربما كانت متباينة رغم نجاح أغلبها في التأهل إلى البطولة. بداية، كيف تقيم أداء المنتخب المصري بعد العبور متصدرا لمجموعته من دون أي هزيمة؟ أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. طبعا يعني بطولة أمم أفريقية كل الدول وكل الفرق كل المنتخبات بتطلع إنها تتأهل ليها، لأنها بطولة بتعد من أقوى البطولات، يعني بيحسبوها بعد كأس العالم وبعد كأس الأمم الأوروبية تيجي في المركز الثالث كأس الأمم الأفريقية. طبعا تأهل 6 منتخبات عربية البطولة اللي هتقام في المغرب السنة القادمة، وكنا نتمنى إن يكون عدد الدول العربية أكثر من كده ويحققوا زي رقم الكاس اللي اتحقق قبل كده وهو 7 منتخبات في البطولة اللي قامت في الكاميرون. منتخب مصر أدى أداء كويس جدا وقدر إن هو يتصدر المجموعة برصيد 14 نقطة، ودي كانت بداية قوية لأن هو مدرب جديد، مدرب وطني هو كابتن حسام حسن والجهاز اللي معاه، يعني أدى أداء كويس جدا، أداء إلى حد ما جيد جدا. عندنا لعيبة طبعا كبيرة جدا ساهمت في الإنجاز ده، طبعا على رأسهم النجم نجم ليفربول محمد صلاح، وعندنا عمر مرموش وزيزو وتريزيجيه اللي هو هداف دلوقتي تصفيات أفريقيا بالنسبة لمنتخب مصر. أنا شايف إن الأداء اللي أداه منتخب مصر أداء كويس جدا، نتيجة كويسة جدا، اتأهلنا، ودي هتكون إعداد كويس جدا بالنسبة لتصفيات كأس العالم اللي هتبدأ في مارس 2025. وكمان نقطة مهمة جدا إن يعني اطمنت المشجعين المصريين وان احنا وصلنا وكان عندنا مباراتين يعني يعتبر تحصيل حاصل، ادت فرصه للجهاز الفني وهو يدي فرصه للاعبين ما اخذوش فرصه قبل كده، دي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا انها تاهل اللاعبين لتصفيات كاس العالم. ايضا المنتخب المغربي قدم اداء استثنائي بحصد العلامه الكامله في المجموعه الثانيه رغم انه متاهل بشكل مباشر لأنه البلد المنظم لهذه البطولة، فما هي قراءتك لمستوى المنتخب المغربي وما يملكه من ترسانة كبيرة من المحترفين، وهل ربما سيكون مرشح لحصد هذا اللقب؟ طبعا كل المحللين بيرشحوا المنتخبات الكبيره اصحاب الارقام الكبيره، يعني مثلا منتخب مصر حصل على البطوله اكثر منتخب حصل على البطوله 7 مرات، المنتخب المغربي منتخب قوي جدا معاه مدرب وطني وليد الركراكي، تنظيم اللي عمله يعني اداره الكره في المنتخب المغربي عمل تطور كبير جدا، وده شفناه في نتيجه اللي حققها المنتخب المغربي في كاس عالم قطر 2022 وحققوا المركز الرابع على مستوى منتخبات الناشئين، عاملين نتائج كويسه جدا، فعندهم تنظيم كويس جدا. وليد الركراكي عنده يعني كتيبه من اللاعبين يعني اسماء كبيره جدا، منهم ياسين بوتو انبولو سفيان مرابط اشرف حكيمي، عندهم اسماء كبيره جدا، وان هو رغم ان هو مؤهل ان هو يوصل كده كده لانه الدوله المنظمه للبطوله لكن ادى اداء رائع، فانا شايف المنتخب المغربي ماشي على خطه ثابته، وليد الركراكي مدي ثبات للمنتخب، لان ما يكون معاك جهاز فني على فتره طويله بيدي ثبات للمنتخب وبيدي ثقه للمنتخب، فانا شايف المنتخب المغربي طبعا اكيد من المرشحين، وخصوصا كمان غير الاداء القوي جدا اللي هو عمله في التصفيات، لكن طبعا هيكون على ارض وسط جمهوره، فدي هتدي للمنتخب المغربي افضليه كبيره جدا. أيضا منتخب تونس تأهل ولكن كوصيف لمجموعته، هل ربما هذا الأداء هو يعني أداء راضي بالنسبة للمنتخب التونسي؟ طبعا أداء غير راضي، كل الجماهير التونسية، أنا كنت موجود بالصدفة في تونس من حوالي شهر كده، وكنت بشوف مباراة تونس وجزر القمر مع أحد النجوم وهو كريم حاجي نجم المنتخب التونسي قبل كده، وكان حصل مع المنتخب التونسي في البطولة اللي حصل عليها 2004، لكن كل الجماهير غير راضية عن أداء المنتخب التونسي. بعد التغييرات اللي حصلت ورحيل البنزرتي جه قيس اليعقوبي، الناس كانت متوقعه ان يبقى في اداء احسن من كده، لان المنتخب التونسي برضه عنده اسماء كبيره جدا، المفروض ان كان المنتخب التونسي يبقى اداؤه اقوى من كده، لكن شفناه خسر على ارضه من جزر القمر، ودي في حد ذاتها طبعا نتيجه لا غير مرضيه للجماهير التونسيه، وشفنا المنتخب التونسي لكن كان حظه كويس رغم الاداء السيء اللي عليه المنتخب التونسي، رغم الاداء ان كل الصحفيين وكل الجماهير وكل اللعيبه القدامى المنتخب التونسي طبعا مش راضيين عنه، لكن المنتخب التونسي كان حظه كويس ان هو قدر انه يوصل رغم ان هو في المركز الثاني، لكن نتمنى ان المنتخب التونسي الفتره الجايه يحصل فيه تطور، وان قيس اليعقوبي يقدر ان هو يحصل نتائج احسن من اللي حصلت في تصفيات كاس الامم الافريقيه. ايضا السودان تاهل الى البطوله وتفوق يعني في مجموعه كانت تضم منتخب غانا
يعني أحد المنتخبات القوية في القارة الأفريقية، كيف تقيم هذا التأهل والمنتخب السوداني؟ طبعاً كل التحية والتقدير للمنتخب السوداني إن هو قدر إن هو يوصل لكأس الأمم الأفريقية. طبعاً المنتخب السوداني حصل على كأس الأمم الأفريقية قبل كده في 1970، ودي المرة العاشرة للمنتخب السوداني يقدر إن هو يوصل للتصفيات. لكن كل المنتخب السوداني برغم الظروف اللي بيمر بها السودان، برغم إن هو كان في مجموعة قوية وكان فيها أحد الفرق اللي هي غانا، كل إن المنتخب السوداني إن هو يوصل لمنتخب غانا صاحب التاريخ الكبير بطولة الأمم الأفريقية ما وصلش، ودي بحد ذاتها نتيجة كويسة للمنتخب السوداني. طبعا كواسي أبيا المدرب الغاني اللي بيقود المنتخب السوداني أدى أداء رائع جدا للمنتخب السوداني، وصل المنتخب السوداني إن هو يوصله للمرة العاشرة، فدي بحد ذاتها إنجاز يعتبر المنتخب السوداني، وأتمنى المنتخب السوداني يستمر على كده ويبقى فيه نتائج أحسن في الفترات المقبلة إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك من لندن، كان معنا الكابتن ياسر الشنواني المحلل الرياضي.